السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دي كلها عبارة عن كام سؤال؟ عبارة عن 80 سؤال. 80 سؤال. 80 سؤال دول في الاختبار الدولي ان شاء الله بإذن الله هيجي لك منهم كام سؤال؟ هيجي منهم بالظبط، قلنا الاختبارات الدولية 36 سؤال. 36 سؤال لو بتمتحن الاي سي دي ال تيتشر هيجي لك 36 سؤال على برنامج الوورد فقط، لكن لو بتمتحن الاي سي دي ال العادية او الاي سي 3 هيجي لك بس من ال 80 سؤال 12 سؤال. طيب يا هندسة، انت ليه حاطط 80 سؤال؟ 80 سؤال دي كل الاسئلة اللي بتيجي في الاختبارات الدولية، يعني مش بيلعب فيها خالص، هي الاسئلة بتتحط بالشكل دي، ما بيكونش فيها حاجات جديدة، يعني الامتحان مش هيطلع من بره ال 80 سؤال دول لو انت ركزت فيهم. فعلشان كده ان شاء الله هناخد محاضرة بكرة كلها حل للاختبار الدولي، الأسئلة اللي انتوا شايفينها، وان شاء الله هناخد يوم الاثنين حل، بحيث ان احنا نكون خلصنا الوورد بكل حاجة تخصه في الاختبارات الدولية، بحيث ان انت محدش يحتاج ان هو ياخد حاجة تانية بره. زاد ان احنا زي ما خدنا في الاول اساسات الكمبيوتر والانترنت وتكنولوجيا المعلومات والمشاركة، أخذنا الأسئلة العملية بتاعة الاختبارات الدولية، وزي ما اتفقنا بعد ما نخلص إن شاء الله الجزء العملي هناخد الأسئلة النظرية بتاعة الاختبارات الدولية. السؤال بيكون باللغة العربية، ما أنت اللي بتختار، يعني أنت مثلا أنا عايز أمتحن مثلا سيدنا محمد، أنا عايز أمتحن بالعربي بس وجه إنجليزي، يعني وجه إنجليزي؟ يعني هتلاقي الامتحان او فاتح لك مستند الوورد القوائم كلها انجليزي. لا، انا عايز امتحن الويندوز 10 او اساسيات الكمبيوتر، عايز اللي هو الامتحان بالعربي بس واجهة انجليزي، فهيجيب لك بالانجليزي. فانت اللي بتحدد، انت اللي بتقول للمركز والله انا عايز امتحن الاختبار الدولي بس انا عايز امتحن ايه، الامتحان بالعربي يعني الاسئله بالعربي والواجهه بتاعتي انجليزي، وده افضل لكم بكتير، ان لو ده عربي وده عربي هو سهل بس هيكون متعب بالنسبه لك انت لو متعود دايما تستخدم الانجليزي. طيب فالناس ما تقلقش، ان شاء الله هنخلص مع بعض الكورس دي، واحنا واخدين كل شيء عن الاي سي دي ال والاي سي 3 والاي سي دي ال تيتشر، تمام؟ ان شاء الله ربنا يديمنا طول العمر ونكمل الدبلومه بتاعه الموس الام او اس الفتره اللي جايه. يعني طيب احنا في قائمه الريفرنسز او المراجع كنا اخذنا حاجه اسمها التيبل اوف كونتنت، وتعلمنا ازاي اجيب او اضيف جدول محتويات، وخدنا حاجه اسمها الفوت نوت والاند نوت. سريعا كده، انا لو مثلا عندي عنوان بالشكل ده اهو، نفترض دي كلها ايه، دي عناوين، بحدد الحاجه اللي عندي واقول له مثلا اد تكست او اضافه نص واقول له ليفل 1. فقلنا الفرق ما بين الثلاثه ان ليفل 1 اللي هو العنوان الرئيسي، ليفل 2 العنوان الفرعي من العنوان الرئيسي يعني هو جزء من العنوان الرئيسي، ليفل 3 اللي هو العنوان الفرعي للعنوان الفرعي الثاني. وده ليفل 1، دي مثلا ليفل 1، وده ليفل 1. بروح عند تيبل اوف كونتنت بختار الشكل اللي انا عايزه اهو، وعلشان اروح على الصفحه قلنا ادوس على كنترول وكليك اهو، كنترول زائد كليك عشان اروح على الصفحه اللي انا عايز اوصل لها. طيب عايز احدث ابديت تيبل، طيب عندك حاجه اسمها الفوت نوت والاند نوت اللي هو الحاشيه اللي هو تعريف الكلمه، احددها واقول له ايه انسرت فوت نوت، جابها لك تحت في نهايه الصفحه، اما الاند نوت بيجيبها لك في نهايه المستند. سيتيشن واقول له اد نيو سورس، اضيف المرجع بتاعي من هنا. ده كنا اخدناه ايه، اخدناه المحاضره اللي فاتت، اخر محاضره احنا اخدناها. لحد الآن كويس. طب عندي مثلا ضفت صورة، ضفت صورة
قلنا عشان احركها من بوزيشن واختار اي مكان واحرك فيها زي ما انا عايز. ادي الصورة. طيب عايز احط عنوان تحت الصورة، فبروح على حاجة اسمها ريفرنسز او المراجع، واقول له حاجة اسمها ايه، انسرت كابشن. شايفين شكلها ايه؟ شكلها اللي هو الصورة، شكل الصورة حاططها من جوه، هدوس عليه. فده بيقول لي الكابشن ده فيجر 1، فيجر 1 يعني هكتب لك من تحت فيجر 1. هروح اقول له اوكي. ايه اللي حصل؟ كتب لي من تحت فيجر 1. طيب انا هضغط عليها وهروح امسح فيجر 1. هل بيتمسح؟ لا. فبيسمح لك ان انت جنبها اكتب والله ده فيجر 1 او فيجر يعني صورة. مثلا نقول ان هو مثلا كمثال مايكروسوفت وورد، روح اقول له اوكي. فراح كتب لك فيجر 1 او صورة واحد مايكروسوفت وورد. كبر وصغر زي ما انت عايز من الاطراف. بس اظبطها في النص اهي. ضاف لك تحت الصورة اللي هو عنوان. طيب الليبل بقى، انت الليبل ده اللي هو الاسم بتاع الكابشن اهو، محمد رمضان. دي حاجات انا كنت حافظها. تيبل، رسم توضيحي، مهارات التواصل 1 زي ما انتوا شايفين. طب لو عايز اعمل ليبل جديد احفظه من حاجة اسمها نيو ليبل يعني عنوان جديد، واكتب والله كمثال مايكروسوفت، او اروح اكتب وورد واقول له اوكي. هاجي هنا في الليبل هلاقيه ضاف للوورد. طيب البوزيشن، المكان بتاع العنوان انا عايزه فين؟ يقول لك ابوه في سيلكتد ايتم، يعني عايزه اعلى اللي هو العنصر اللي انت محدده، او اعلى الصورة ولا اسفل الصورة. انا جيت انا اخترت مثلا توضيح وعايز احذفه، اقول له ديليت ليبل، حذف اهو رسم توضيحي 3 ديليت ليبل وهكذا. طيب لو رحت له على حاجه اسمها النمبرنج، الترقيم. طيب يعني ايه ترقيم؟ يعني اللي هو فيجر 1، بعد كده يقول لك فيجر 2، بعد دي يعني رقم لك الصور. بتختار شكل الترقيم انت من هنا اهو، شكل مناسب بالنسبه لك، وبعد كده اوكي. ده بالنسبة لي الكابشن. بروح على ريفرنسز أو المراجع، بروح أدرس الصورة وأحدد الصورة، أحدد الصورة وأقول له حاجة اسمها كابشن. أبتدي أكتب بقى من هنا، ده الفيجر. هنا لو عايز أضيف ليبل جديد أو عنوان جديد أروح أكتبه هنا وأوكي. هنا بيقول لي فيجر مش هينفع ان انا امسحها لان دي صورة واحد، اكتب جنبها الحاجة اللي انا عايزها واقول له بعد كده اوكي. ده لو عايز اضيف عنوان للصورة. طيب خلصت، هعمل الكلام ده على الصورة عندي. فزي العناوين جدول محتويات، فالصورة برضو ليها جدول محتويات اهو. بيقول لي insert table of figure، هدوس عليه فبيديك الشكل، اقول له اوكي اهو. قال لك والله فيجر 1 اسمها مايكروسوفت وورد في صفحه واحد. انا لو عملت اكتر من فيجر، اكتر من صوره، وقلت له انسرت تيبل اوف فيجر، هيجي يعمل ايه؟ ضاف لك من هنا الحاجه اللي انت عايزها. طب لو عايز احدث في الجدول اقول له ابديت تيبل، ابديت تيبل. ده بالنسبه لجزء الكابشن اللي هو فاضل. قبل ادخل على الجزء الاخير اللي هو ميلينج مراسلة، اخر قائمة معايا، حد عنده اي سؤال؟ حد عنده سؤال لحد دلوقتي؟ في العلم ان في الاختبار الدولي
سواء كان الاي سي دي ال او الاي سي دي ال تيتشر او الاي سي 3، قائمه الريفرنسز مش بيجيب منيها اي حاجه. الحاجه الوحيده اللي ممكن يجيبها لك روح على جدول المحتويات وضيف جدول المحتويات بس. ولو ركز تاني ممكن اقول لك ضيف لي مرجع، انا بلعبش في اكتر من كده. ممكن يكون عمل لك مرجع جاهز بيقول لك غير نوع المصدر، خليه مثلا ريبورت تقرير بس. حد عنده سؤال؟ طيب هنيجي دلوقتي مع بعض هننشئ شهادة تقدير، تمام؟ هروح والله الاول اظبطها مثلا من اللي اوت، هقول له مثلا اورينتيشن انا عايز الشهاده لاندسكيب افقيه، سامي ابتدي انشئ شهاده. مثلا عايز الناس تبتدي، الناس اللي معاها اجهزه تبتدي تشتغل معايا. انا دلوقتي اهو ابتدي هعمل شهادة تقدير، اقول له مثلا اهو الشكل اللي انت عايزه شهادة تقدير تبقى بالعربي مثلا. ابتدي اظبط، خلاص احنا اخدنا كل ما يخص السند، اكبر تمام، اغير مثلا نوع الخط من قائمة هوم. احنا قلنا ابجد هاوز هو خاص بالخطوط العربية. كده اظبط هنا المحاذاة بتاعتي، ادي الشهادة مثلا اخليها بالشكل ده. طيب المسافة دي بعملها ازاي؟ شيفت مع ت، شيفت مع ت. طيب انا عجباني بس هعملها في صيغة شكل، هروح على شيب اقول له مثلا انا عايز الشكل ده. امسك دي كده ظبط، يعني شوف انت المناسب اعمله اهي، ابتدي ظبط، شوف المناسب اللي انت شايفه وابتدي ظبط فيها. انا هخليها بالشكل ده. صغر الخط شوية. للعلم اللي انا بعمله دلوقتي هيبقى فيه تاسك مطلوب من الناس، الناس هتصمم شهادة تقدير وهتبعتها، باشمهندس هنزل لكم فورمة تسلموا فيها الشهادة، تمام؟ طيب أنا أدي عملت الشهادة، أبتدي أظبط على قد ما أقدر، يعني مثلا أروح على ديزاين أغير مثلا لون الصفحة، أشوف الشكل المناسب بالنسبة لي مثلا، لا أنا مش شايفه مناسب. ابتدي اختار حاجات تانية، ابتدي غير لحد ما ايه توصل للمناسب، لحد ما توصل للي انت عايزه. ولا لون من دول عاجبني. طيب اختار مثلا لون بسيط زي ده، واروح اغير لون الشكل. حلو، نقول مثلا نبتدي نكتب تشهد مؤسسة
بيم ربيع هناك، لأن المتدرب قد اجتاز كورس عدد ساعات مثلا، بعد ساعات خليه هنا تبدأ تظبط زي ما انت عايز، يعني شوف انت هتعمله ازاي واعمله. انا عايز كل واحد يعمل حاجة من تصميمه هو، من هتكتب التاريخ إلى بعد ما تخلص مثلا من تحت رئيس مجلس الإدارة، دي هتكون، أو أخلي هنا مثلا المحاضر، وهنا رئيس مجلس الإدارة، فكرنا بيها هندسة بعد ما نخلص الجزء ده بتاع طريقة تغيير لون منفصل لكل صفحة. دي لأ، أنا دي عايز أصغر الحجم بتاعها أهو. أنا دلوقتي بظبط شهادة، انا ابتديت اظبط اهو. تمام، هاخد جزء جزء. يعني شوف انت يعني هتظبط الحاجة ازاي، شوف المناسب واعمله. انا شايف ان انا بعمله مثلا ده مناسب، طب بالنسبة لك لا حاجة تانية. دلوقتي انا هعمل شهادة، حتى لما نيجي نروح مثلا على البرنت ادي شكلها. طب ليه ظهرت بالابيض والاسود؟ ان هو بيظهر كده في الطباعه، لكن لو عندك طبعه الوان هتطبع. تمام، طيب انا دلوقتي عايز، عندي حوالي 100 اسم، هروح اكتب مثلا كمثال ان المتدرب محمد رمضان قد اجتاز مثلا قرص التاهيل للاختبارات الدوليه، عدد ساعات مثلا كمثال 40. هقعد عند كل واحد اعمل نفس القصة دي؟ لا، انا عندي 100 اسم، فانا ال 100 اسم هكتب الاسم الاول، وبعد كده امسحه واكتب الثاني، وبعد كده الثالث، وبعد كده الرابع، وبعد كده الخامس، لحد ما اوصل ل 100. ما هو هياخد وقت معايا.
طيب حلو خالص كده، انا عملت تصميم الشهادة، هروح احفظه مثلا في مكان انا عايزه. افترض انا هحفظه على سطح المكتب، هحفظه على سطح المكتب باسم شهادة. بقول له سيف. هنشئ بقى مستند تاني الشكل ده، عايز تظبطه كنبيها مش عايز حاجة ترجع لك. فين الشهادة؟ فين الشهادة بتاعتي؟ فين شهادة تقدير؟ اهي. طيب انا محتاج ايه؟ انا محتاج اسم متدرب، ومحتاج اسم القرص عشان اكتبه هنا، ومحتاج عدد الساعات. هخلي دي مثلا اكتبها يدوي، من كام مثلا؟ من 15/2 إلى كمثال إلى 1/4. حلو، فأنا كده محتاج اسم المتدرب واسم القرص وعدد الساعات، محتاج 3 خانات. أروح أعمل إيه؟ عايز حد يشارك معايا يقول لي هعمل إيه؟ جدول. حلو حلو كويس. بالظبط كده، اروح اعمل جدول. انا الجدول دي فيه كام خانة؟ انا عايز اسم المتدرب واسم القرص وعدد الساعات. اهو هعمل تيبل من انسيرت وتيبل، انا عايز فيهم كام؟ 3. اهو هكتب فيه اسم المتدرب، وقلنا ايه تاني؟ اسم القرص، وقلنا ايه تاني؟ عدد الساعات. عايز تنسق نسق، مش عايز برضو ده حاجة ترجع لك. ابتدي ظبط زي ما انت عايز. اسم المتدرب هنا مثلا محمد رمضان. اسم القرص اللي حاصل عليه مثلا الام او اس. عدد الساعات 75. طيب اسم المتدرب احمد حسام، حاصل مثلا على قرص التحول الرقمي. عدد الساعات اهي، نفترض مثلا ادي برضو عندي اسم متدرب حاصل على قرص الاي اس 3. عدد الساعات مثلا باين. حاصل على قرص الاي اس دي ال مثلا تتش، عدد الساعات 40. حاصل على قرص الاي اس دي ال بعدد ساعات 36. تمام. مين تاني معايا هنا؟ افترض مثلا حاصل معايا على انجليزي، عدد ساعات 16.
اتصل 16 ماشي مثلا اتش ار عدد ساعات 15. فانا كده عملت تيبل، كتبت اسم المتدرب اسم القرص عدد الساعات، فين الشهادة؟ اهي الشهادة. طب انا ممكن اعمل حاجات اكتر من كده. اه انت لو عايز تضيف بيانات اكتر في الشهادة، شوف عايز تضيف ايه بالظبط. انا عندي اهو اسم المتدرب هحطه هنا، وعندك اسم القرص هتحطه هنا، وعدد الساعات هيتحط هنا. طيب هروح احفظ الجدول ده. سميه مثلا جدول الشهادة. يبقى أول خطوة أروح أعمل الشهادة بتاعتي، والخطوة التانية أعمل إيه؟ أعمل جدول بالبيانات اللي أنا محتاجها فين في الشهادة، اسم المتدرب، اسم القرص، وعدد الساعات. طيب لحد الآن دي الخطوة الأولى. طيب الخطوة الأولى فيها أي مشكلة مع الناس؟ كمل. تمام. بدخل على حاجة اسمها ميلينج أو مراسلة، ميلينج أو مراسلة اللي هي دمج المراسلات بالظبط. بيجيب لك سؤال في الاختبار الدولي بيقول لك إيه، استخدم لي الشهادة اللي أنت فاتحها أو المستند اللي أنت فاتحه كرسالة. فبروح على حاجة اسمها ستارت ميل ميرج اللي هي عملية دمج المراسلات. هو عايزه يستعمله كرسالة او كخطاب، هقول له ايه؟ ليتر. انا بيجي لك سؤال في الاختبار الدولي، استخدم المستند اللي قدامك، اعمل له عملية دمج مراسلات، استخدمه كايه؟ كرسالة، كرسالة تنفيذ. فاختار حاجة اسمها ليتر. بس هو ده كده استخدمها لي كرسالة، بس مش عايز اكتر من كده. السؤال الثاني بيجيب لك مثلا سؤال بيكون فاتح لك القوائم اللي في الاخر دي اللي مقفولة، بيقول لك ضيف لي هنا اسم المتدرب. طيب اولا ليه الاوامر الموجوده في الاخر مقفوله؟ ليه؟ علشان انا ما ضيفش معايا بيانات. حلو. فانا لو ضفت بيانات هضيفها ازاي؟ هقول له حاجه اسمها سيلكت ريسبنت، سيلكت ريسبنت. طيب البيانات اللي انا هضيفها هل هي موجوده في جدول خارجي، ولا هجيبها من الاوتلوك، ولا ان انا هعمل قائمه جديده بس داخل المستند؟ لو عايز اجيبها من الاوتلوك هقول له تشويس فروم اوتلوك كونتاكت، اما لو عايز اكتب قائمه داخل المستند هقول له تايب انيو ليست. هلاقيها فتحت معاك بالشكل ده. هنا بيقول لي التايتل، اكتب العنوان بتاعك. شوف العنوان. طيب فيرست نيم الاسم الاول، لاست نيم الاسم الاخير. الشركة اكتب اسم الشركة، العنوان مثلا ده هنا عنوان وده عنوان برضه، ده العنوان اللي هو الأول بتاعك. السيت المدينة، مدينة مثلا ستيت اللي هي الدولة، والزت اي بي كود الكود بتاع الدولة، وده الكانتري، وده الهوم فرون اللي هو رقم المنزل، وهكذا. فدي بيانات انت تمليها. طيب حلو خالص لحد الان. طيب جيت من تحت هنا قلت له حاجه اسمها نيو انتري، ايه اللي حصل؟
ضاف لك حقل جديد اهو، نيو انتري بيضيف، نيو انتري بيضيف اهو. اكتب بقى في الجزء اللي انت ضايفه ده اللي انت عايزه. طب لو قلت له ديليت واقول له يس، هيحذف معاك اللي هو الحقل. اقول له يس هيحذف. انت كده بتحذف الحقل اللي انت ضفته. طب عندك حاجة اسمها فايند اللي هو بحث. انت بتدور على مين؟ انا بدور على محمد في كل الحقول، اقول له فايند نيكست. لا هو اسمه مثلا محمد رمضان، بيقول لك نو انتر كونتين ذا تكست يو تايب. طيب بيقول لك لوك ان، يعني ده اقول لك عليها فين؟ في كل الحقول اللي عندك ولا في حقل معين؟ لا في حقل الفيرست نيم. دور لي على واحد اسمه محمد. طيب هو انا مش بيعمل معاك لان انا ما عنديش غير بيانات واحد بس، فحاول اجرب ان انا اضيف اكتر من حد وابتدي ابحث هنا. هنا اقول فيلد هيدور معاك في كل الاعمده، اما لو رحت على this field بيدور على الحقل اللي انت هتختاره داخل الحقل اللي انت هتختاره، واقول له find next. طيب لو رحت له على حاجه اسمها customize column، طيب الاعمده المتضافه معاك اهي التايتل، فيرست نيم، لاست نيم، كومباني نيم، ادريس لاين 1، ادريس لاين 2، سيتي والستيت والزد اي بي كود والكانتري والهوم فون والورك فون والايميل ادريس. انا مش عايز التايتل، هقول له ايه؟ ديليت. انا مش عايز الادريس لاين 2، هقول له ايه؟ ديليت. طيب انا عايز اعمل اعاده تسميه للادريس، اقول له رينيم واكتب الاسم اللي انت عايزه واقول له اوكي، هيغير لك الاسم بتاعه. طيب موف اب وموف داون. موف اب بيطلعه لك خطوه لفوق زي ما انتم شايفين، طلع فوق خالص بيجي اول عمود. طيب موف داون بينزله خطوه لتحت. طيب انا لو عايز احذف كل ده وابتدي احط جديد، بحذف عادي من ديليت واحط جديد من فين؟ من اد او اضافه، واقول له والله انت هتضيف لي حاجه اسمها كورس، واقول له اوكي. ايه اللي حصل؟ اتضاف معاك هنا من اد اللي هو اضافه. طيب انا عايز احذفه ديليت او حذف، اقول له كده، اقول له اوكي واقول له اوكي. يبقى الطريقه الاولى اللي بضيف منيها قائمه بيانات بس من الداخل، من داخل المستند اللي انا فاتحه، مش هضطر ان انا اعمل جدول في المستند تاني، يا اما من شيت، يا اما انا اسف، يا اما من الاوتلوك. طيب الطريقه دي والطريقه الاولى مش بنحبذها، اللي احنا بنفضلها واللي بيستعملها في الاختبارات الدوليه هي الطريقه الثانيه. بيقول لك يوز ان اكزيستنج ليست، يعني هتستخدم قائمه خارجيه من حاجه اسمها سيلكترز بنت، واقول له يوز ان اكزيستنج ليست. فتح معايا بالشكل ده، هروح ادور على الجهاز عندي انا حاطط القائمه فين، هدور عليها، حاططها باسم ايه؟ جدول الشهادة. طيب نركز، بصوا كده القوائم الأخيرة دي مش شغالة، جدول الشهادة أقول له إيه؟ أوبن. إيه اللي حصل؟ القوائم دي كلها اتفعلت معاك، اتفعلت معاك. طب لو قلت له إديت ريسبنت ليست، ده لو عايز تعدل بس في إيه؟ في البيانات اللي أنت ضفتها. تعدله ازاي؟ بتحدده وتضغط على المكان بتاعه اللي هو بيقول لك الداتا سورس، مصدر البيانات، تقول له اديت واكتب بقى عدل زي ما انت عايز. عايز تضيف واحد جديد ضيف، عايز تحذف احذف، حذفته عايز تعمل له استعاده ريستور وهكذا. ده بيبدل ما بينهم اهو اللي من تحت. طيب سورت بيعمل لك ليهم ترتيب، انت عايز ترتبهم من حيث ايه؟ طيب فلتر، لو هتعمل فلترة هتشيل حاجة معينة فيهم. طيب احنا مش بنلعب في كل ده، انا كل القصة عايز ابتدي اضيف هنا اسم المدرب. عندك حاجة اسمها insert mirror
فيلد هيعمل لك ادراج للحاجه اللي انت عايزها. فساعات بيجيب لك سؤال في الاختبار ده ويقول لي حط لي هنا اسم المتدرب، بتروح على حاجه اسمها انسيرت ميرج فيلد، وانا عايز اضيف ايه اسم المتدرب اهو ضافهولي عند القرص. هضيف ايه من انسيرت ميرج فيلد، هختار اسم القرص. طب من عدد الساعات اروح اختار عدد الساعات زي ما انتم شايفين كده. كده على قد ما تقدر ظبط فيهم زي ما انت عايز. حلو خالص، ده كله فين؟ في الميلينج. تعالوا كده ندوس على حاجة اسمها هايلايت ميرج فيلد. ايه اللي حصل؟ عمل لك تظليل على الحاجات اللي انت هتضيفها. اشيلها، اتشالت، هدوس عليها تاني اضاف. طيب جريتنج لاين ده لو بكتب جواب، فالمقدمة بتاعة الجواب اللي هو دير أو سيد الكريم أو إلى من يهمه الأمر، ده لو بكتب جواب، فده جواب التحية. طب عايز تضيف أنت من هنا، ضيف اللي أنت عايزه. ده لو الفصلة، يعني بعد ما تعمل اللي هو التحية يضيف لك إيه؟ ايه الفصلة اللي يضيفها لك؟ فصلة منقوطة ولا فصلة بس؟ طيب اللي هو ادرس بلوك، ساعات بيجيب لك سؤال في الاختبار الدولي بيقول لك ضيف لي مثلا ادرس بلوك، بيدي لك الاسم اللي انت عايز تضيفه، فبتحدده مثلا وتقول له ايه اوكي، هتلاقيه اتضاف معاك هنا. مش هيظهر دلوقتي، هيظهر فيما بعد. هو بس بيقول لك ضيف لي الادرس بلوك. هتضيفه ازاي؟ من ادرس بلوك، واختار الحاجة اللي انت عايز تضيفها وتقول له اوكي، اللي هو البلوك او اللي هو العنوان بتاعك، عنوان البلوك بتاعك. طيب ده بالنسبة للاربع حاجات اللي جنب بعض. ده الرولز اللي هي قواعد. هنا الماتش فيلد ده لو عايز اعمل اتصال ما بين القوائم وبعضها البعض، دي كلها اوامر كتيرة خالص. تمام. طيب انا خلصت وعايز ابتدي اعرض الحاجات اللي انا حاططها، هتلاقوها عندكم في شكل العين اللي هي بريفيو ريزلت، عرض النتائج اهو. بيقول لي محمد رمضان واخد الـ MOS 75 ساعة. طيب شايفين السهم اللي هو الـ Previous السابق، والسهم ده اللي هو Next اللي هو التالي. أول ما أدوس عليه جاب لي الاسم اللي بعد كده أهو بالبيانات اللي أنا حاططها. عندك 7 أسماء. طيب قلت له تشيك فور ايرور، بيعمل لك فحص للاخطاء. قول له اوكي. فحص للاخطاء يعني يعمل لك ايه؟ يقول لك الحاجات اللي فيها خطا املائي، الحاجات اللي فيها خطا نصي وهكذا. انا عايز ارجع اهو، عمل لك عمليه فحص. انا مش هحفظها على كده اهي. طيب فايندرز بنت، انا هدور نفترض على محمد رمضان، هدور عليه في اي حقل، حقل اسم المتدرب، واقول له find first. طيب انا لا اهو find، خليها مثلا هبة اهو جابها لك، بيجيب لك الحاجة انت بتدور عليها، مثلا احمد او عمر، باشمهندس عمر سليم، فايند او ظهر لك الحي اللي انت بتدور عليه. طيب
يجيب لك سؤال في الاختبار الدولي، قم بعمل إنهاء ودمج للرسالة اللي أنت ضفتها. هذه كلمة finish and merge، إنهاء ودمج. طيب لو قلت له حاجة اسمها edit individual document، أنا عندي كم اسم؟ عندي 7 أسماء، هيخلي لي كل اسم في صفحة لوحدها. فهنا بيسألني أنت عايز تخليهم كلهم ولا الريكورد الحالي بس اللي انت واقف عليه، ولا مثلا من الاسم الثاني للاسم الرابع او الخامس، فانت بتختار من هنا. انا هقول له اول واقول له اوكي. بص كده اللي حصل، خلى لك كل اسم في صفحة لوحدها اهو، كل اسم في صفحة لوحدها بالشكل ده. ده اللي هو ايه؟ edit individual document. طيب حاجة اسمها print document، أنا عايز أطبع خلاص المستند، أنا عايز أطبع الشغل بتاعي. طب أنت عايز تطبعه كله، ولا عايز تطبع الاسم اللي أنت واقف عليه بس، ولا عايز تطبع مثلا رقم معين من الاسم الثالث للاسم السابع؟ أنا عايز أطبع كله وأقول له أوكي. ظهر معاك إعدادات الطباعة، هتظبطها زي ما أنت عايز، عدد النسخ، هنا ده اسم الطبعة. البيج برشيت، انت عايز يطلع لك صورة او يطلع لك الصفحة الاولى في المستند في شيت واحد، انا مش عايز في الشيت او الورقة فيها اكتر من صورة. هنا برينت يطبع لك كل الصفحات، ولا الصفحات الفردية اللي هي الاود ولا الزوجية، قول له اوكي. بس لازم اكون متصل بالطبعة عشان يطبع لك كل الاسماء الموجودة عندي. طيب لو عايز ارسله كايميل هقول له سند ميل ايميل مسج. ده بالنسبه للجزء ده. طيب هنا في الاول خالص بيقول لي كرييت انشاء انفولوبز اللي هو الاظرف، هدوس عليها. ادي شكل الظرف اللي انتوا شايفينه. الظرف عشان يتبعت بيكون فيه نقطتين مهمين، حاجه اسمها delivery address وحاجة اسمها return address. فين ال delivery وفين ال return؟ أنا دلوقتي بكتب اسم محمد مثلا أهو، وهكتب هنا name error. بصوا نركز، اول ما اقول له اد تو دوكيمنت، يعني انت هتضيف لي الكلام اللي انا عملته ده للمستند، هتحوله لشكل ظرف. اقول له يس اهو. هنا قال لي من فوق، ادي حول لك اول صفحه لشكل ظرف، قال لك من فوق بيم اريبيا، ومن تحت الجزء ده اللي هو محمد. الجزء اللي من فوق اللي هو العنوان بتاعي اللي هو ريتيرن، اما الدليفري اللي هي الرساله اللي انا هبعتها، ايه الكلام اللي انا هبعته بالظبط اهو. دي الرسالة اللي هي موجودة في النص، أما الريتيرن ده اللي هو العنوان بتاعك. طيب برنت احنا قلنا لو عايز اعمل ايه؟ طباعة. طيب عندك حاجة اسمها اوبشن اللي هي الاعدادات، حلو. تبتدي تظبط بقى في الاعدادات، اظبط ازاي؟ بصوا كده انا معايا هنا السايز، الحجم، حجم الظرف. طيب اللي هو الدليفري ادريس، نوع الخط، تختار من هنا نوع الخط، حجم الخط، وهكذا اهو. هنا نوع الخط وحجمه، ادي الفونت، ادي الفونت ستايل، الستايل بتاع الخط انا عايزه مثلا مائل ولا مضخم، وده الحجم بتاعه. طيب هنا بيقول لي فروم ليفت وفروم توب. نبص كويس على ايه؟ على الجزء المستلم من تحت. بس بيحصل ايه فيه؟ من ناحية اليسار. طيب فروم توب من اعلى. طيب بالنسبة للريترن اللي هو العنوان اللي من فوق، ده ناحية اليسار وده من اعلى اهو، اظبط فيه زي ما انت عايز، وبعد كده اقول له اوكي. طيب عندك حاجة اسمها ليبلز اللي هي العناوين، اللي هو الجزء اللي انا ضفته فين؟ في ال زي ما احنا قلنا في الدليفري ادريس، او اللي هو الرسالة المستقبلة، الرسالة اللي انا هبعتها يكون شكلها كده، ده ليبلز. طيب انا مش عايز الجزء ده. ده بالنسبة لي قائمة ميلينج او مراسلة.
ده كل ما يخص ميلينج والمراسلة. فيها أي مشكلة؟ ممكن تكون صعبة شوية على الناس، بس أنا شايف إن هي يعني لو ركزنا فيها كويس تكون الأمور بسيطة بالنسبة لنا. في حد عنده مشكلة لحد دلوقتي؟ قائمة ميلينج فيها أي مشكلة؟ هو قائمة الريفرنسز والميلينج مش بنستخدمهم كتير، يعني حتى شغلنا كله بيكون على هوم وانسرت ديزاين، وكمان لي اوت مش بيكون دايما على حسب لو انا عايز اظبط حاجة معينة. فهم اللي هي بتظهر لو من خلالها عايز اغير اعدادات الخط، نوع الخط، حجم الخط، لون الخط، هنا اعدادات الباراجراف، انسرت لو عايز ادرج مثلا صورة، جدول، عايز ادرج مثلا شكل مخطط تفصيلي، رسم بياني، لينك، هيدر وفوتر، ارقام للصفحات، ادرج معادله، رمز ديزاين، لو عايز اضيف حدود للصفحه، لو عايز اضيف لون للصفحه، لو عايز اضيف علامه مائيه ووتر مارك. لي اوت اللي هي خاصه بالاعدادات، الهوامش، اتجاه العرض، الحجم، الأعمدة، فواصل الصفحات. عندك مثلا زي ما قلنا ريفيو خاصة باللي هو لو عندي خطأ إملائي، لو عايز أضيف تعليق وهكذا. عندك فيو اللي هو طريقة العرض، لو عايز من خلالها أظبط الزوم بتاعي. الريفرنسز خاصة بالمراجع، والميلينج خاصة بالرسائل والمراسلات زي ما انتوا شفتوا النهاردة معايا. ينفع طبعا العمل على الفون؟ ينفع. طيب بالنسبة لكل القوائم دي اللي اتشرحت، فيها أي مشكلة؟ أمور كانت بسيطة مع الناس، ده كل ما يخص الوورد، كل ما يخص الوورد. طيب الطريقة اللي احنا خدناها عشان أغير، خلي كل صفحة بلون غير التاني، اللي هي الشيب، ان انا اجيب الشيب اهو واروح اعمل الشيب ارسمه بس. زي ما قلنا insert shape، حط الشكل اللي انا عايزه. حسب لو في كلام برسله للخلف اهو، اللي هو send to back او send to front. شوف انت هتظبطها ازاي، تيجي في الصفحة التانية تضيف برضو شكل وتغير لون. بس للعلم ان هي مش بتكون محبذة. مش محبذة في ايه؟ يعني انا لما اجي اسلم شغل، هل ينفع اسلم الشغل بتاعي كل صفحة بلون غير التاني؟ استحالة. لو ايه حصل انا مش هقبل منك الشغل بالشكل ده. فده عن طريق الاشكال. طيب ده بالنسبة لو عايز احط الكل صفحة لون غير التاني. مفيش مشكلة لو انت عملت هيدر او فوتر وعايز تظهر الهيدر او الفوتر، تخلي اللون في الهيدر، تعمله في الهيدر والفوتر. ده لو عندك هيدر وفوتر وعايز تظهرهم، ما عندكش ومش عايز تظهر خلاص.
دلوقتي انا هنا موجود في الصفحة دي، ورحت على حاجة اسمها لاي اوت وقلت له بريكس، واقول له حاجة اسمها نيكست بيج، واروح على الاورينتيشن واقول له لاند سكيب اهو. يبقى انا اول حاجة عملت فاصل صفحات، يعني انا موجود في الصفحة الاولى دي، هروح اقول له من بريكس نيكست بيج، يعني الصفحة التانية. هتلاقي المؤشر راح للصفحة التانية، هروح على الاورينتيشن اللي هو طريقة العرض واقول له لاند سكيب اهو. انا بعمل فاصل صفحات، بعمل فاصل صفحات. طيب عايز حد يشرح بتاعة الشكل، لو عايز اخلي اللون في الهيدر والفوتر، لو انا عملت هيدر وفوتر وعايز اظهر الهيدر والفوتر، عايز حد يعمل سكرين للشاشة ويشرحها للناس، مين ممكن يشرحها؟ مين ممكن يشرحها؟ تمام. طيب مفيش حد غير باشمهندس هبة، باشمهندس محمد تهامي، كويس. مين تاني؟ طيب طيب هنخلي المرة دي باشمهندس محمد تهامي، انا هقفل السكرين واخلي باشمهندس يشرح من عنده. لو عايز اظبط موضوع الهيدر والفوتر، لو انا عندي هيدر وفوتر وعايز اظهر اللون اعمله ازاي؟ اتفضل يا هندسه. هاي باشمهندس، السلام عليكم. انا عندي باشمهندس بيكون عندي مثلا عده صفحات، بروح على بعمل فواصل بين الصفحات وبعدها لو هغير اللي اوت، ده اول شيء. فبعمل بيج بريك قبل الصفحه، فاقدر اغير الصفحه اللي بعدها اللي اقف عليها واختار اللي اوت يكون مثلا لاندسكيب. كده اقدر اغير الصفحات. طيب لو عايز اعمل نفس التكست بوكس او الاختيار الالوان، اختار الشيب زي ما حضرتك اتفضلت، هختاره لكن لما اضغط على الهيدر اعمل دبل كليك على الهيدر او دبل كليك على الفوتر، او في قائمه انسيرت اختار هيدر اند فوتر، هيفتح لي الهيدر او الفوتر. ساعتها اروح على قائمه، اختار على في نفس القائمه، في نفس قائمه انسيرت اختار شيب، وبعديها اختار مثلا شكل المربع واحط اللون اللي انا عايزه وافرده على الصفحه بالكامل. بعدين اختار سند واعمله بيهايند تكست، بحيث الهندسة ان انا نعم انا هعمله معاك دلوقتي عشان الناس عايزه تشوفه. انا تمام دلوقتي فتحت الهيدر بتاعي، حلو كده، جميل. هبتدي ارسم. اختار شيب وخلي حجم الصفحة بالكامل. تمام، حلو. لو في عندي طبعا، لو انا عندي شيء مكتوب يبقى انا احتاج اخليه باك، اخليه بيهايند تكست، لان حاليا لو حاليا اللي حضرتك عامل الهيدر او الفوتر فاضي، لكن لو كاتبين فيه شيء هنحتاجه انه يكون يظهر. علشان يظهر فوق علشان يكون الخلفيه خلف الكتابه دي، يبقى انا هعمل رايت كليك عليه واقول له سند تو باك وخليه بيهايند تكست. اعمل رايت كليك على علشان ايوه اختار على ان هو بيهايند تكست. تمام، كده يظهر عندي. طبعا اقدر اسحبه لما يغطي شكل الصفحه بالكامل. لو عايز اخلي حاليا طبعا اللي هينطبق على الهيدر ينطبق على الفوتر، لو عايز اخلي الصفحه اللي تحت اللي اوت اعمله لاندسكيب، هاجي في نهايه الصفحه الاولى واقول له انسيرت بيج بريك اللي هي فواصل. ماشي، بيج ممكن بريك. اعملها من لي اوت، ايوه من لي اوت اختار بريكس واختار نيكست بيج تمام، من قائمه لاي اوت، بعدين اقف على الصفحه اللي انا عايز اعملها لاندسكيب واقول له من اللاي اوت اختار لاندسكيب، من اورينتيشن اختار لاندسكيب. طيب بس طبعا لازم اعمل قبلها بيج بريك، وطبعا علشان اغير باشمهندس الفواصل اللي بين الصفحه الاولى والصفحه الثانيه، لو دوست على الهيدر تمام كده انا عندي مازال الهيدر والفوتر مرتبطين بالصفحه الاولى. تمام فهروح على الصفحة، هروح على الصفحة الثانية وادوس على الهيدر مثلا، اعمل عليه دبل كليك واشيل العلامة اللي هي موجودة عندي لينك تو بريفيوس،
هو حاليا عامل لينك. ايوه الحين انا بفصل الهيدر والفوتر اللي في الصفحه الثانيه عن الصفحه الاولى. حاليا حضرتك فصلت الهيدر فقط، المفروض اعمل نفس الكلام على الفوتر، اشيل برضو منها اللينك وبعدين اسحب ايوه واغير اللون اللي انا احتاجه، هيغير الصفحه الوحيده اللي انا عايزها. تمام يا هندسة، تمام، أشكرك ربنا جدا يبارك يا فيك يا هندسة، باشمهندس، أشكرك يا هندسة، ربنا يحفظك يا باشمهندس، جزاك الله خير. ربنا يخليك. طيب وصلت للناس ولا لأ؟ يعني أنا فتحت ال، بصوا كده هنعملها تاني، أنا فتحت الهيدر بتاعي الأول وكتبت الحاجة اللي أنا عايزها. سبتها زي ما هي، اظبط فيها، شوف المناسب بالنسبة لك، وروح على انسيرت واختار الشكل اللي انت عايزه وانزل بيه على الصفحة كلها. طيب علشان يظهر معايا من راب تكست هقول له بيهايند تكست، خلي لي الشكل خلف النص، فادي النص ظاهر معاك. انا اغير لون النص علشان برضو مور تكون ظاهر. طب ايه اللي حصل معايا؟ اللي حصل معايا ان هو اتطبق معايا على كل الصفحة. طب اعمل ايه؟ انا واقف هنا على الصفحة الاولى، فاروح على لي اوت ومين تريكس هقول له نيكست بيج. فانا كده فصلت ما بين الصفحتين. عايز اغير الاتجاه بتاع العرض غيره، مش عايز سيبه زي ما هو. طيب عايز اغير اللون، احدد الهيدر تاني واشيل اللي هو الارتباط بالسابق اللي هو لينك تو بريفيوس، واروح اختار اللون اللي انا عايزه من شيف فورمات، اختار مثلا اللون ده اهو، اقول له اكس. تجد الصفحه الاولى لون وظهر معاك الهيدر، وادي الصفحه التانيه لون، وهكذا. لا هو مش ليه، هو على حسب ما انت عايز. يعني انت لو عايز تغير تخلي كل صفحة مثلا باتجاه غير التاني، لكن لو مش عايز دي هترجع لك برضه، يعني شوف المناسب ايه واعمله. طيب بالنسبة لمايكروسوفت وورد، مفروض يتسلم مشروع فيه، يعني كان المفروض يتسلم يوم الجمعة اللي فاتت اللي هو امبارح، فهدي فرصة للناس ثانية تسلمه. احنا يعتبر، مش يعتبر، احنا شرحنا 90% من المستند، في حاجات بسيطة كده تاخد في الادفانسد. فلحد الآن المستند بتاع الوورد، لأن اللي هيفهم معايا الوورد هيسهل عليه بعد كده الباوربوينت، وهيسهل عليه الإكسل والأكسس. طالما فهمت الوورد خلاص اللي جاي كله سهل، اللي جاي كله سهل فيما بعد كده. فكده إن شاء الله بإذن الله محاضرة بكرة بإذن الله نحاول ونقدر، ممكن نطول شويه، وهنحل الاختبار الدولي بتاع مستند الوورد، وبعد كده هنبدا ان شاء الله في الباوربوينت. الباوربوينت مش هياخد الوقت اللي اخده معانا الوورد. ليه؟ لان احنا قلنا الوورد هو البدايه بتاعتي، لو اتاسست صح فيه هتاسس في البرامج التانيه. حد عنده سؤال لحد دلوقتي؟ يا ريت الناس تبتدي تشتغل وتسلم المشروع للبشمهندس احمد حسام. زي ما اتفقنا الناس هتعمل لي شهادة تقدير بالشكل المناسب، واللي يعرف كمان يعمل لي لوجو خاص بيه عن طريق الأشكال يعمله، واللي يعرف يعمل لي كمان ختم خاص بيه يبقى أفضل. أنا عايز الناس تعمل لي لوجو خاص بيها مع ختم مع الشهادة كلهم في نفس المستند. يعني هتعمل لي شهادة وهتحط لي الختم بتاعك اللي انت هتعمله، وهتحط لي من فوق اللوجو بتاعك. اعملهم عن طريق الاشكال، يعني الاشكال انسيرت وشيب، ادي الاشكال. احنا قلنا عشان ابتدي اظبط في حاجه اسمها ايديت بوينت، تلاقيها من ايديت شيب هقول له ايديت بوينت، وعن طريق الدوائر دي ابتدي اظبط. يا اما مثلا اروح على شيب فيل اقول له مثلا نو فيل، اروح مثلا اجيب او اعمل لها لوكيت، ابتدي اصغر اهو، شوف انت هتظبطوها ازاي. انا هعمل حاجه سريعه، طيب
عايز تعمل لها عملية التفاف من شيب افكت، تبتدي تظبط فيها زي ما انت عايز هنا. طيب كتبت كلام في الداخل، كتبت مثلا داخل الشكل اهو حددته، واروح اكتب جواه كلام. طيب اروح على الشيب فيل. طيب هتلاقيها فين؟ عندك في الوورد ارت ستايل من ترانسفورم، ابتدي ظبط اهو، شوف الشكل المناسب بالنسبة لك، ابتدي اهو ادي الشكل، خد الدايرة الصفراء ابتدي ظبط، شوف المناسب ليك اهو. بس اقعد العب في الاشكال دي، محتاج الامور بسيطة، الامور سهلة ان شاء الله معاك باذن الله. طيب المشروع ان شاء الله هدي فرصة لحد يوم الثلاث، مشروع هدي فرصة لحد يوم الثلاث، هنكون ان شاء الله بدأ شغالين في الباوربوينت. يعني قبل ما نخلص الباوربوينت يعني الكل يكون سلم المشروع. طيب وعلى نهاية الأسبوع يكون الكل سلم الوورد والباوربوينت، الوورد والباوربوينت بعض. على نهاية الأسبوع الجاي الناس تكون سلمت الإكسل والأكسس، الإكسل والأكسس. طيب حد عنده سؤال في محاضرة النهاردة أو في مايكروسوفت وورد؟ أمور بسيطة، الأمور سهلة مع الناس. حد عنده سؤال؟ التاسك بتاع النهاردة اللي هو الشهادة واللوجو والختم، معلش يا هندسة، هتعمل لهم فورم هيسلموا فيه التاسك بتاعهم. المشروع برضو الاكسل لا بينفع، يعني عند الوورد والباوربوينت والاكسل الثلاثة دول ممكن اعملهم على التليفون، بس الاكسس مش هتلاقيه على التليفون، ان حزمه اوفيس الموجوده على التليفون 3 برامج وورد باوربوينت اكسل. انا اكرمك يا رب هندسه. حد عنده سؤال؟ امور بسيطه. تمام طيب فانا هكتفي بكده النهارده ان شاء الله، وهنكمل هنبتدي بعض هنحل الاختبارات الدولية بتاعة مايكروسوفت وورد دوكومنت مستند الوورد ان شاء الله. يعني 80 سؤال انتوا شايفين ان هم كتار، لكن لا مش هياخدوا وقت معانا باذن الله، لان هو كل ست يعني 36 سؤال بياخد عليهم بالظبط ساعة الا ربع، فاحنا ممكن ناخد مع بعض مثلا ساعة ونص نحل فيهم كام سؤال، نحل فيهم ال 80 سؤال، ساعة ونص اللي هو من 7:30 لحد 9 هيخلصوا، ممكن نخلصهم في وقت اقل من كده، من كل الاسئله هتلاقيها شبه بعض، ونبدا على يوم الاثنين ان شاء الله والثلاث باوربوينت باذن الله، ونبتدي برضه نحل الاختبارات الدوليه بتاعه الباوربوينت. طيب نكتفي بكده النهارده، واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، الناس تبتدي تشتغل على المشروع بتاعها عشان تسلمه. ربنا يوفقكم يا رب ان شاء الله. اللي عنده اي سؤال او تقف معاه اي حاجه يا ريت برضو يبعت لي على الواتساب او يبعت على الجروب او يبعت للبشمهندس احمد حسين. بالتوفيق ليكم يا رب ان شاء الله. هستأذن منكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.